المشاكل اللي بتقابلنا مشاكل اي يعني اي ناس مجتمع بتعمل مشروع، هي اكيد بتختلف كتير على المنتج اللي طالع، فاحنا اكيد بنختلف كلنا على المنتج اللي طالع على يعني. ففي تراكات كتير مثلا فضلت في المطبخ كده ما طلعتش عشان احنا اختلفنا عليها، بس هي دي اكتر مشاكل. ومشاكل طبعا من ناحية تانية ليها علاقة بالانتاج، وان انت يعني احنا اللي متحملين كل حاجة، احنا اللي بننتج لنفسنا، ولو بنصور او انتاج فيديو كليب او كده احنا بنتكلفه. فالموضوع طبعا يعني انتاجيا من ناحية كل الفنانين المستقلين يعني، ومن ناحية تانية هي ان انت تتفق اصلا مع الست افراد دول يجتمعوا ان ده كويس واحنا هنببلش يعني. فدي دي تقريبا اكتر مشاكل اللي بتقابلنا. طيب شايف ان التركات بتاعتكم بتتكلم عن قضايا معينة، ولا بتكون ايه الفكرة بتيجي ازاي؟ هو موضوع اجتماعي بحت يعني، احنا بنعيش الحاجات اللي احنا اوريدي بنعيشها طول حياتنا يعني. مثلا عندنا مواضيع ممكن نكون بناخدها بصورة افي شوية، وممكن ناخد حاجة بصورة في جنب يعني. ده تراك مثلا قصر الخليفة بيتكلم عن ولد راح يتقدم لبنت الخليفة في زمن الخليفة يعني، وهو رفض يعني، الخليفة رفضه عشان هو مش قد المقام. قدمنا ده في صورة تحس ان التراك قديم كده، بس في فانتازي موسيقى كده. مصر بالظبط. فاحنا بنتكلم عن حاجات وحاجات بتقابلنا اجتماعيا يعني، مفيش قضايا معينة ممكن نكون مركزين في ده او بنوديها لحتة معينة هو يعني. اصلا الفن في العموم يعني بيدور على الجميل في المشكلة يعني، هو بس لازم يطرح عليك الموضوع بشكل جميل، لازم نشوف الحلو في المأساة يعني. المأساة فيها حاجة حلوة، فيها صبرك الجميل مثلا على المأساة دي. ففكر برضو ان طول الوقت اصلا الشارع فيه شعر، الناس وهي كلامها مع بعضيه كده في مجازات والموضوع، فطول الوقت بتدور على الحاجه الحلوه. تناقش بقى مشكلتنا مثلا، سواء ماديه او علاقه حب مثلا، او علاقه حد، علاقه الناس بالوطن، الغلاء، مش عارف ايه، ايا كان مشاكل الحياه اللي بنعيشها عادي، الانبساط اللي بنعيشه عادي، بنحاول نغنيه، نحاول نغني اللي بنعيشه يعني. اتكلمنا عن الكتاب اللي نازل في معرض القاهرة، اتكلمنا عن التجربة دي. هو جاوي اول ديوان شعري لنا للبند، فطبعا كان اسمه جاوي على اسم البند. انا كان ممكن نطبع ده من زمان يعني، بس كنا مستنيين التجربه تنضج يعني. ف طبعا الحمد لله السنه دي وقدرنا بيه الحمد لله ان احنا ناخد جائزه عبد الرحمن الابنودي، طبعا الخال مش محتاج تعريف يعني. فده شرف كبير يعني، شرف كبير يعني ان احنا نشيل الاسم ده يعني. جائزه عبد الرحمن الابنودي من اكبر الجوائز الادبيه اللي في مصر دلوقتي، وبس فكره ان ده اول ديوان لينا اصلا ونحقق ده، فده شيء كبير يعني. الحمد لله. وهم كلهم جم مع بعض احنا يعني لقينا كل حاجة مع بعض. الديوان ومارفل مع بعض كده، وبنسجل ألبوم وبنحضر حفلة، فالموضوع جميل يعني. في شوية أحداث كده بتضرب بعضيها كده بتخليك تقول لك في أمل، يلا بينا. احنا يعني بإذن الله نقدر نعمل كده، بس هو الموضوع مش كده يعني، الموضوع مش في الكم يعني. فاحنا إنتاجنا بطيء شويه عشان نقدر نقدم اللي نبقى راضيين عنه يعني. انا متخيل ان انا بمسك الكتاب ده مثلا كمان 10 سنين هحس ان انا مش ندمان على حاجه اتحطت فيه، ويا ريتني شلتها وانا استعجلت وبتاع يعني. ده مثلا يعني الديوان ده مثلا لو فيه مثلا 30 قصيده، فدول من اصل 300 مثلا، من اصل عدد كبير جدا، الباقي ده كله انا من كتر التراكات اللي ممكن نكون مثلا شغالين فيها، وقفنا شويه عشان نشتغل في حاجه تاني، انا ساعات بنسى ان ايوه التراك ده بتاعنا اصلا، واحنا يعني اشتغلنا فيه ووقفنا عشان حد اختلف عليه. فهي الموضوع بيبقى عارفين كده في الاول، لما بيبقى في مشروع صغير عايز تدوس فيه، فتلاقي حد راح موقفك كده، اصل اللحن وحش، فالتراك راح مركون على جنب، فممكن بقى يعدي عليه سنتين. احنا كان عندنا تراك حلو قوي يا شباب فاكرينه، ف والشخص اللي اعترض على التراك ده تلاقيه هو هيقول اللي لك بيقول ما حلو تيجي قوي. نغنيه، ما تيجي ايه ده؟ لا طب ما حلو قوي. لا بقى مش هنغنيه. حاسس ان انت مثلا ممكن ده يأخرك، او الدنيا تتطور فانت تبقى ترجع معاه يعني. بصي هقول لك حاجه، انا مؤمن بحاجه حلوه جدا، ان كل منتج ليه يعني ليه زبون، ماشي، ليه زبونه. بس في نفس الوقت لو انا قدمت نفس اللي كل الناس دلوقتي بتقدمه، او لو قدمت مشيت مع التيار يعني، هنبقى كلنا بنقدم نفس الحاجه، ما فيش اختلاف، هيبقى فين الاختلاف في كده؟ فانت فكره ان انت يعني بتدور على الشهره او بتدور على كده، ده مش حاجه بتدوم يعني. في ناس في شهره بتبقى شهره وقتيه، الناس بتيجي تمام اتشهرت عشان حاجه وخلاص الموضوع انتهى. بس انا ده مش هدفي، انا هدفي ان انا اكمل، ان انا اعمل يعني
اعمل لون يبقى اسمه جاوي، اقدر قدام شويه لما نيجي نتكلم عن الفيجن بتاعتنا مثلا بنتكلم ان احنا نكريت جنري جديده اسمها جاوي، ان انت لما تيجي تسمع تقول دول بيعملوا زي جاوي. فده بالنسبه لنا هو النجاح. يعني لو دي من الحاجات اللي ممكن نكون فكر امتى نقول عن نفسنا ناجحين. فانا شايف ان لا، انت هتقوم بتقدم اللي انت عايزه، استفيد من التجارب اللي حواليك، واستفيد من اراء الناس، واستفيد من الناس دلوقتي بتحب تسمع ايه او كده، بس ما تغيرش لونك وما تقدمش اللي كل الناس بتقدمه عشان توصل اسرع بس.